تعتبر البرازيل من أكبر دول أمريكا الجنوبية مساحة وسكانا. تظهر فيها العديد من الاختلافات والتناقضات. من مظاهر التناقض في البرازيل الفوارق الاجتماعية والطبقية والمدن والأحياء القصدرية، إلى جانب التوزيع الغير العادل للأراضي الزراعية وسوء توزيع المشاريع الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى البطالة والأمية وانتشار الفقر والأمراض. التهيئة الإقليمية لم تنجح في البرازيل بسبب مظاهر التناقض الموجودة في البلاد.